فرح كثير من الاشخاص بيرددوا كلمه ما هيك تربينا، ما كانت تربايتنا هيك، كانوا اهالينا اصعب. طبعا لاي درجه اختلفت الظروف والوقت والعصر ايضا لحتى عم تاثر بتربيه اطفالنا من وقتنا لوقتهم؟ اكيد يعني هي السؤال اللي دائما الاهالي بيقولوا او بيسالوا العالم هذا السؤال، انه بالفعل انه ما تربوا اولادنا على اللي تربينا عليه. اليوم رح نحكي عن ابرز المعوقات بهي التناقض بالتربيه بين جيل وجيل، ونحكي عن هذا الموضوع مع فاديه السلطي خبيره بالتنميه البشريه. صباح الخير. صباح الخير، اهلا وسهلا فيك. اهلا فيكي، يسعد صباحك فادية مرة ثانية، واهلا وسهلا فيكي. اليوم عم نحكي عن يمكن اجيال مختلفة وظروف مختلفة، لأي درجة يمكن هذا الاختلاف والتطور اذا بدنا نقول اللي ممكن اوقات يكون منيح اوقات بيضرنا ممكن يأثر على تربيتنا لأطفالنا؟ هلا بما انه عم نحكي بمجال التنمية بدنا نعرف شغلة، من جيل لجيل حتختلف القيم، يعني نحن وقت نربي الأطفال أو المجتمع عم بيمشي حسب قيم معينة، كل مجتمع مختلف عن مجتمع كمان، بس القيم المعروفة هي العامة. هلا بتختلف تنشئة الطفل من عصر لعصر، يعني ما فينا نحن نكون حاطين نفس القيم ونفس المبادئ اللي نحن تربينا عليها انه اطفالنا يتربوا عليها او حتى الاجيال القادمه. تمام. يعني حسب الانفتاح اللي عم بيصير، حسب التطور اللي عم بيصير السريع في التقنيات العاليه اللي عم بتصير، هي عم بتغير كثير بالقيم، حتى عم بتغير بتنشئه الاطفال وتغيير حتى فكرهم وحتى تغيير اهدافهم. يعني فما فينا نحن نخلي تربية الطفل بهذا التطور نفس الطريقة اللي تربينا نحن عليها، يعني لكل مرحلة وإلى طريقتها وإلى أهدافها. تمام فادية، هلا يمكن التربيه بايام زمان او مثل نحن ما تربينا مثل ما بيقولوا هي تربيه صحيحه كمبادئ، لكن اختلف العصر، يعني العصر اختلف، صار في عصر السرعه، صار في اشياء جديده، عادات عم تفوت لعنا. اليوم نحن قد ايه بحاجه نحافظ على عاداتنا السوريه، المجتمع السوري يعني بالتزامن مع هذا الزمن، يعني تضل التربيه القديمه منكهه بهذا العصر؟ هلا اساس تربية الطفل هو البيت، وقت بالبيت في قيم ماشيين عليها العائلة او الاسرة، هي حتضلها موجودة. يعني اول شيء طبعا بده يكون بقلب البيت في قيم متفقين عليها، يعني ما يكون التربية بشكل عبثي. القيم هلا بمجتمعنا ما في قيم يعني قيم اساسية نمشي عليها، يعني مثلا مثل قيمة الحب او قيمه مثلا التعلم او قيمه حتى الاسره، ما عم نكون ماشيين. يعني احنا بنقول في قيمه للحب عندنا، في قيمه للعائله، في قيمه للتعليم، بس هو ما عم نمشي على هي القيمه، عم يكون قيمنا واداء عملنا مختلف عن هي القيمه. وقت الاسره بتحدد العائله، يعني الام والاب شو القيم اللي حيمشوا عليها بتربيه الطفل او كيف رح تمشي هالاسره، هون بيتم تعليم الطفل بشكل جيد يعني ضمن بيته، لأنه هي المدرسة الأولى للطفل ومكان التعليم الأول هو ضمن العائلة، يعني من الأب والأم، بعدين بتكبر الدائرة لتصير العائلة الأكبر، فالمدرسة، فالمجتمع يعني ككل. أكيد كمان اليوم عم نحكي مثل ما قالت زينب أنه في قيم معينة نحن لازم نحافظ عليها، وهي القيم الصحيحة يلي لازم يمكن كلياتنا ونربي أطفالنا عليها وتربينا عليها، لكن الأسلوب ممكن يختلف. بعض الآباء بيلجأوا للتلقين المباشر للطفل، بصير ما بصير، ممنوع مسموح، قد ايه هذا الشيء غلط؟ شو هو الأسلوب الصحي اللي بتلاقيه فادية لحتى نحن نلاقي طريقة خطاب مناسبة للطفل؟ الأهل أول شيء وقت بيعملوا تلقين هنا عم يفكروا إنه هذا تعليم، في فرق بين كلمة تعليم، في فرق بين كلمة تلقين. التعليم هو بينعطى معلومة صغيرة والطفل هو ببلش بيشتغل فيها، بيحلل، بيستكشف. التلقين عم بيكون هي معلومة بلوك، يعني محطوطة بلوك، خلص انه هيك بدك تعمل، بدك تساوي هالشي من دون ما يفهم ليش. هون الطفل فطريا التلقين ما بيستوعبه، واذا انفرض عليه التلقين عم بيكون الطفل يعني غير ايجابي او ما بيتجاوب مع المعلومه. التعليم لا، هو بتخليه انت استكشف، انت ابحث بس، وضروري كثير يستخدموا الاهل يعني شو يعني التعليم، الجمل البسيطه
تقريبا وقت بيكون بقلب البيت تعليم الطفل عم نستخدم الامهات او الاباء الجمل الطويله، الجمل الطويله صعبه يستوعبها الطفل، الجمل القصيره الواضحه عم بتكون لمفهوم الدماغ اسهل للطفل ليقدر يمشي عليها. كمان الطفل لازم ينعطى حريه، يعني حريه بقرارات وتكون صغيره، يعني اهم شيء انه ما تسبب له الخطر هالقرارات، يكون عنده يتاخد برأيه ولو بشغلات بسيطة لحتى يتنمى عقله، يعرف حاله هو انه له الحرية، يعرف انه هو تزداد ثقته بنفسه، يعرف انه هو انسان فعال. هذا ممكن يكون صاحب قرار بالمستقبل، كمان بيصير صاحب قرار. يعني الطفل وقت بيكون هو نموذج عن شو تربى، يعني حسب شو نحن عم نتعامل، يعني ما نكون بالبيت نتعامل انه بشكل عادي، يعني خلص الام ملتهيه بالطبخ او الحياه العامه، لا، اعطوا جانب يومي بسيط للطفل انه ياخذ حقوقه من رعايه، رعايه من حب، يعني مشاركته باللعب، التعامل معه بالحنان، بالمحبه، تعليمه ومحادثته بكلمات تكون كثير لطيفه، والانتباه كثير على الكلام اللاشعور اللي بتطلقه الام، مثلا كلام ممكن ياثر على الطفل بثقته بنفسه او حتى تاثر عليه لنفسيته، يعني يكون هو لتربايته كفكر الامهات، بس هو يكون نقد عم بيدمره او ما بيفهم شو مغزى هالكلمه، لانه في كلمات تنحكى الطفل ما عم بيستوعب معناها. طيب فادية، يمكن نحن هلا مثل ما قلنا بالمقدمه بعصر سرعة، بعصر منفتح على كل العالم، عادات غريبة عم تفوت على مجتمعنا السوري، واليوم كتير عم نشوف من العائلات عم تنجر وراء هي العادات بالتربية، حتى تحت عنوان التربية الحديثة اللي هي لا تمت بصلة للتربية اللي تعودنا عليها. هلا ممكن يكون فيها أشياء إيجابية نستفيد منها، لكن مع الحفاظ على بعض المبادئ بالمجتمع السوري. لكن خلينا هيك نوعي الأهالي كيف يعني يحافظوا على القيم اللي تربوا عليها، زائد هي عصر السرعة والعادات الغريبة، يعني يحافظوا على التوازن بالتربية. هلا كعصر يعني كالميديا او انه نحن عم مواقع التواصل وهالشيء عم ننفتح للعالم الابعد، هذا كثير له ايجابيات منيحه انه نحن نطور دماغنا للتعامل مع الطفل، وله سلبيات اذا استخدم بطريقه سلبيه. تمام. هلا فطريا نحن بنعرف في قيم معينه مثل قيمه الصدق، مثل قيمه الامانه، مثل قيمه الحب، هي شغلات يعني متعارف عليها نحن ما عم نستخدمها، لازم نستخدمها. يعني كثير حلو انه الامهات يوميا، وهي موجوده نحن تربينا عليها ومعروفه، انه وقت الصبح انه يكون في عناق، في ضم للطفل، الطفل باللمس كثير بخليه تقوى عنده طاقته، تقوى عاطفته، حتى ثقته بنفسه بتزداد. يعني كل ما كان لمس الطفل بشكل مستمر هذا بتخلي عنده حتى هرموناته بتنمو، يعني خلاياه بتنمو بشكل صحيح. فلمس الطفل بحنان، الكلام الإيجابي بيأثر على الدم وبيأثر على الخلايا، بيأثر حتى على نمو عقله. وقت كمان الطفل بينعطى مسؤوليات خفيفة من دون المعاتبة أو الذم المستمر، مسؤوليات خفيفة يلي بتكون هي مشاركة، مو إنه تلقين أعمل هيك، لا، تعال نتشارك، يعرف قد ايه اختيار المفردات هو اللي بيأثر على كل مهم اختيار المفردات. وكثير معروف حتى بعلم الطاقة وبعلم التنمية انه الكلام يلي بيكون هو بفعل امر بيأثر كثير على طاقة الدماغ وبيأثر حتى على العقل. العقل بيحب هو دائما شيء تحفيزي وبيحب السؤال، فنحن وقت نتشارك اطفالنا انه نحن بدنا نعمل شيء بطريقة السؤال، التساؤلات، انه انا عم بساله وعم بستشيره بطريقه تحفيز، انه خلينا نعمل، يعني يكون الفعل جماعي، خلينا نساوي سوا، خلينا نعمل سوا، نشتغل سوا، بيحفز الطفل كثير وبيحفز النشاط عنده. والطفل طبيعته فطريته بحب المشاركه، بحب الحب،
يعني طبيعته بعدها نظيفة، هو بعده صفحة نظيفة، فينا نحن نتحكم بهالصفحة ونحط بطريقة إيجابية نخليها الطفل فعال متعاون، يعني زرع الحب، زرع التعاون، إنه كل شيء بده يكون جماعة، ما يكون شيء فردي، إنه عميل أو أنا بعمل، لا يعرف إنه نعمل سوا، يعني فعل المشاركة التعاونية، هذا بينمو معه للكبر والعمر كبير. حلو. هلا اذا بنقول كخطوط عريضه نحن بنقدر نتعامل فيها مع اطفالنا، ان كان بالمشاركه، ان كان باختيار المفردات، المشاركه بالقرار مع الطفل، نخلي شخصيته اقوى من هيك. طيب شو هي امتى لازم نحن نوقف نقول ستوب، لازم نحن نقول لا اليوم للطفل لحتى يضل على الطريق الصح، ولازم يكون في صرامه، امتى لازم نحن نكون حدين يمكن؟ هلا الطفل ذكي، وقت نحن عم نتعامل بشكل يومي معه في تواصل، حيفهم علينا، ومثل ما قلنا انه نحن خلينا نعمل هذا الشيء، وقت يوصل لمرحله الخطر او الخطا، فنحن بنبلش بنقوم هذا الفعل بالتدريب، يعني بلطف بالتدريب، بانه هذا انت نفهمه ليش هذا خطر يعمل، نوضح له الفكره، يعني ما بطريقه الطفل بده يفهم، بده يعرف، مخه بضل ودماغه بده يسال ليش، فنحن وقت بنوضح له انه هذا الشيء مسيء لإله او انه مؤذي له، بيفهم الطفل، بس بده يكون قبلها نحن اصلا عاملين مناقشه حوار، يعني في مشاركه قويه وفي اتصال قوي، في حب بين بالمعامله بين الام او الاب والاطفال طبعا، او هذا ان كان بالبيت او حتى ان كان بالمدارس. الطفل كتير فطريته حلوة، وهو أقرب لشي يعمل شي صحيح، وأهم شي اللي نحنا طريقة التعليم المثلى هي وقت يكون الأم والأب هن عم بيعملوا القيم الصحيحة، يعني ما فيني أقول للطفل لا تعمل هيك وأنا عم بعمل الشي اللي عم بمنعه عنه، أهم شي نقوم نفسنا قبل ما نقوم أطفالنا. كثير حلوة آخر جملة، يعني اختصرت كل الحديث. نحن بنتشكرك يا فادي على كل المعلومات اللي عطيتينا إياها، وإن شاء الله عن جد كل بيت بيكون فيها التشاركية كثير من الحب والمودة والحنان، ليطلع هذا الجيل فعلا جيل هيك بناء ومحافظ على مبادئ الأسرة. كمان خلينا نقول لك شكرا مرة ثانية. هلا شكرا لك فادي أكيد مرة ثانية.